الوزير السابق مروان جمعة اقترح على إدارة السير أن تعطي المواطنين الذين خرجوا بسياراتهم غير المؤهلة ترميزا بحرف التاء، إشارة منه إلى التيس ليسهل التعرف عليهم، فيأتيه الرد بأنها فكرة هائلة، والهائل أكثر منها أن يتم ترميز كل مسؤول كان عالة على الدولة بحرف الميم، وهي اختصار لكلمة مهاتير. طبعا مهاتير معناها هبايل مش مهاتير محمد، هذاك وين وإحنا وين؟